السلام عليكم وأسعد الله مساءكم بكل خير مع هذه الإطلالة المسائية الجميلة من هنا من ميدان غزوة أحد. أستأنف معكم سلسلة تغطياتي عن مناقب وفضائل شهداء غزوة أحد، واليوم مع الصحابي 26 والصحابي 27، وهما الصحابيين الجليلين صيفي والحباب رضي الله عنهما. أبدأ مستعينا بالله فأقول اسمهما ونسبهما، هما الصحابيين الجليلين صيفي والحباب ابن قيضي ابن عمرو ابن سهل الأنصاري الأشهلي رضي الله عنهما، أخوان من أب وأم، وأمهما هي الصعبة أو الصعبة بنت التيهان رضي الله عنهم وأرضاهم. من أخبارهما وفضلهما رضي الله عنهما ما ذكره ابن إسحاق وموسى بن عقبة أن الحباب رضي الله عنه شهد غزوة بدر فيما غاب عنها أخوه صيفي، وكنا قد ذكرنا أنهما شهدا معا غزوة أحد، هذه الغزوة التي استشهدوا فيها. فأما صيفي فقد قتل على يد ضرار بن الخطاب، أما الحباب فلم يعلم من هو قاتله، وقد اختلف في اسم الحباب، فالبعض قال بالألف واللام الحباب، وبعضهم أسقط الألف واللام فقال حباب، ونقل عن ابن سعد في الطبقات أنه قال جناب بالجيم والنون، والبعض الآخر قال خباب بالخاء المعجمة. هذا ما ذكرته المصادر عن هذين الصحابيين الجليلين، فرحمهم الله وجمعنا بهم مع الحبيب المصطفى في جنات النعيم عن النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، والحمد لله رب العالمين. وأشكر الشيخ العباس على تواجده معنا، جزاك الله خير، وإن شاء الله يعدكم بالعودة إلى التغطيات قريبا وبسلسلة جديدة عنوانها حول الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، إن شاء الله انتظروا الشيخ العباس في تغطياته الجديدة والمتنوعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا.